السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبيبكم في هذا الفيديو غادي نهضروا على الاسعار والاثمنه ديال العمره ديال رمضان 2023 1444 هجريه. بعض الوكالات اعلنت على الاثمنه ديالها وغادي نشوفوا نماذج ديال هذه الاثمنه هذه باش نعطيكم فكره على الاثمنه التقريبيه وعلى الاوطيلات وعلى الاسعار ديال الغرف في الاوطيلات والبعد ديال الاوطيلات. كانوا نزيد نذكركم على انه كاين الفرق ما بين طيران مباشر وغير مباشر، يعني اغلب هاد الاثمنه هادي كتكون طيران غير مباشر، ولا بغيتي الطيران المباشر كتزيد تقريبا 2000 حتى 2500 درهم. وكنقصدوا بالطيران المباشر يعني من المغرب مباشره الى السعوديه، والطيران الغير مباشر هو اللي كيكون يعني كيكون واحد ليسكال، يعني واحد نزول مؤقت في احدى الدول ثم عاد كتبدل الطياره ولا كتطلع في نفس الطياره وكتولي تكمل الطريق، وكيكون الوقوف غالبا في تركيا او تونس او عمان. اذا على بركه الله نشوفوا اول اجونس شنو عاطيه. هذه عمره رمضان، سكن بالمدينه المنوره، مجموعه فنادق الديار، بعيده تقريبا 200 متر. واللي خصكم تركزوا عليه هما الفنادق بمكه المكرمه. علاش؟ لانه اغلبيه الاقامه كتكون بمكه المكرمه، مدينه يلاه كتكون شي سيمانه وبضعه ايام فقط. هذا من جهه. من جهه اخرى باش تاكدوا من الفنادق، ما عليكم الا تبحثوا على الفنادق عن طريق جوجل ماب باش تشوفوا البعد ديالها عن الحرم المكي. اذا السكن بمكه فنادق الروضه مع باصات مجانيه للتوصيل بالحرم. يمكن لكم تشوفوا فنادق الروضه عن طريق جوجل خرائط باش تشوفوا شحال بعيده واش مناسباكم ولا لا. بالنسبه للغرف كاين ثنائي 22000 درهم يعني 2.40 مليون ريال، ثلاثي 19500 درهم يعني 2 مليون قل 500 درهم، ثم كاين رباعي يعني 4 الناس في الغرفه 18500 درهم، ثم كاين 5 الناس في الغرفه 17500 درهم. ملي كنقولوا 17500 درهم في غرفه خماسيه يعني كل واحد غيخلص 17500 درهم، ماشي الغرفه بخمس بهذا الثمن هذا، كل واحد في الغرفه غيخلص هذا الثمن. وملي كنقولوا ثنائي ب 22000 درهم يعني كل واحد في هذوك الجوج غادي يخلص 2.40 مليون ريال، باش تكونوا باش تكونوا واضحين. ثم كاين برنامج اقتصادي الثاني، ابراج تيسير السكن بمكه، ابراج تيسير على بعد 1000 كيلومتر، عفوا 1000 متر يعني كيلومتر، ثنائي 25000 درهم يعني 2.5 مليون بالنسبة لكل شخص من في الغرفة الثنائية. ثم الغرفة الثلاثية كل شخص غادي يخلص 2.40 مليون، ثم الغرفة الرباعية غادي يخلص كل واحد 2.1 مليون درهم، ثم الغرفة الخماسية اللي فيها الخمسة المليون خمسة ديال الأشخاص كل واحد غادي يخلص تقريبا 2 مليون قل 1000 درهم. لافونتاج هو أن هاد الفنادق ديال ابراج التيسير بعيده على بعد كيلومتر من الحرم المكي. ندوزو للثاني نشوفو كيف ما كنشوفو. بالنسبه لفنادق المدينه فهو المنطقه المركزيه يعني كلهم جاوا في منطقه واحده وبعادين بواحد 200 متر فقط عن الحرم المدني، ولكن كيف ما قلت لكم كنركزوا على مكه المكرمه لانها كيكون فيها مده الاقامه اطول. تقلبوا على فنادق نما الموده، ديما قلبوا في استعمال خرائط جوجل باش تاكدوا من المعلومات، ما تاخذوش المعلومه من عند اي واحد كيف ما هي، وقلبوا عن الفنادق عن طريق جوجل للخرائط. الفنادق الثنائيه 2.66 مليون ريال، الفنادق اللي فيها جوج الاشخاص. الفنادق الثلاثيه 21300 درهم، مره كنهضر بالدرهم مره بالريال انا اسف. الفنادق الرباعيه 2.3 مليون درهم. الفنادق الخماسية 19300 درهم، وهادو عندهم حتى فنادق سداسية يعني 6 الأشخاص 18500 درهم. وفي الغالب من الأفضل ما تاخدوش فنادق اللي فيهم 6 أو 5 الأشخاص، كيكون ازدحام وصعيب فاش تفهموا إلا إذا كنتوا كتعرفوا بعضياتكم وكتمشيو مجموعين. أبراج التيسير 25700 درهم. على اي حال تقريبا الاسعار ما بين 2.60 مليون وكتوصل حتى 34000 درهم و800000 بالنسبه للغرف الثنائيه.
بالنسبة لفنادق شادى الوسام و 29,000 درهم و 800 بالنسبة للثلاثية فندق شادى الوسام. ندوزو نشوفو الآخر. هذا برنامج اقتصادي البعد 1600 متر، يعني كيلومتر 600 متر على السكن بمكة المكرمة. فندق نما المودة، غرفة ثنائية 26,000 درهم و 900 درهم، غرفة ثلاثية 23,000 درهم و 900 درهم، غرفة رباعية 21,000 درهم و 900 درهم، غرفة خماسية 20,000 درهم قل 100 درهم. البرنامج الذهبي 29,000 درهم و 500 درهم. هادو بالنسبة لفنادق منازل الحياة بعيدة بألف متر زائد النقل، والنقل موفر كيف كنشوفو. ها هو هاد الأثمنة، راه كلشي قدامكم. نشوفو هادي كيف كنشوفو الأثمنة، تقريبا الأثمنة بحال بحال، كتختلف تقريبا حتى لي زوطيل نفس لي زوطيل. نما المودة 1700 متر، نزيل مشاعر 1000 متر، دلة أجياد هذا 500 متر فقط عن مكة المكرمة. الثمن ديالو 38,500 درهم، 31,500 درهم، 28,500 درهم بالنسبة للرباعية. الملاحظة هو أن أرخص سعر لقيناه هو بالغرفة الخماسية والغرفة السداسية. الغرفة السداسية 18,500 درهم، اللي هي 2 مليون قل 30,000 ريال، والغرفة الخماسية اللي هي 2 مليون قل 200 درهم. هذا هو أرخص سعر لقيناه لحد الآن. ولكن كاين الناس اللي باغيين يتفتحوا وعندهم العقار، الله يسخر لهم. كاين اسعار طالعه شي شويه كيف كنشوفوا في هذا. فندق 5 نجوم بالافطار والسحور، ويطل على الحرم، يعني كتطل على الحرم المكي 2 خطوات وهانت في الحرم المكي. ثنائي غرفه ديال 2 الناس 6,060,000 ريال، 3 الاشخاص 5,160,000 ريال، 4 الأشخاص 4,140,000، زائد رحلة مباشرة مع الخطوط السعودية، يعني ديريكت من المغرب إلى جدة أو الرياض مباشرة. وكيف ما قلنا فندق 5 نجوم يطل على الحرم المكي، هذا هو أغلى خطة لقيناها لحد الآن. اللي عنده شي سؤال كنتمنى يطرحوه في لي كومونتير في التعاليق، ونحاولوا نجاوبوا عليه مجموعين. ما تنساوش تقيدوا في القناة باش نزيدكم محتوى بحال هذا، وإن شاء الله الله يوصلنا ويوصلكم إن شاء الله المقام، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والعبادات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.